أخبار اليوم. أنا كلمني مايكل من فترة وكان تسبق المكالمة دي إيميل. الحقيقة أنا ببص على الإيميل من فترة لفترة وبصيت لقيت 10 إيميل 20 إيميل وصلوني في الآخر، اضطريت أن أنا أرد عليه، وهذا الاضطرار طلع بنتيجة أن تعرفت على شاب مصري. هذا الشاب مشي من مصر بحفنة دولارات قد تكون 20 دولار، وراح في مكان في غابة كبيرة جدا، ووصل النهاردة إن الحمد لله ينجح نجاح باهر وإنه يصل اللي هو عايز يوصله. دكتور مايكل النهاردة عايز ان هو في الاخر خالص ان يعمل قناة تصل الى العالم كله. هذه القناة بدأت ببرنامج، هي الحقيقة ما بدأتش ببرنامج، هي بدأت بإيميل وبدأت بمقابلة ثم بدأت ببرنامج. بدأ ان هو يشتري المعدات للاستوديو، بدأ ان هو يجيب مصورين، بدأ ان هو يتعامل مع كبار السياسيين الموجودين في الولايات المتحدة، وبدأ ان هو يوصل الى مصريين كتير بيتفرجوا على القنوات المصرية بحلم ان في الاخر خالص ان احنا ما نتكلمش بعضينا ونبدأ ان احنا نتكلم مع الاخرين. مصر ما
ينفعش نقعد نهد فيها. مصر لازم نشوف الجانب الحلو فيه ونكبره. لازم نهتم عندنا حاجات كتير احنا ما نعرفهاش، بس لازم ندور عليها ونلاقيها ونعملها. بعد الثورة الأولى بقى اهتميت بسياسة مصر بشكل كبير، لأن حسيت ممكن تكون ثورة 25 يناير ديت هي الثورة اللي هتقلب موازين مصر، وكنت متفائل جدا ان اخيرا في واحد بيروح ينتخب، اخيرا في 12 ولا 11 مرشح لرئاسة الجمهورية. ده كان عمر ما كان يبقى حلم لأي حد مصري يعني.